بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين. أما بعد، أهلا بكم أبنائي طلاب الفرقة الأولى في قسم الحاسب الآلي بكلية الهندسة، ومرحبا بكم في محاضرة جديدة من محاضرات تطبيقات الحاسب واحد. وندعو لكم جميعا إن شاء الله تكونوا بصحة وسعادة، ونراكم في المدرجات عن القريب العاجل، ويزيح الله الغمة عن الأمة والعالم بأسره من هذا الفيروس اللعين، ويمن الله على جميع المصريين بالصحة والعافية والشفاء. نكلم اللي قلناه على الأسبوع الماضي. في آخر محاضرة الأسبوع الماضي اتكلمنا على أن أنا أعمل تمرين الغرض منه هو برنامج أستخدم فيه الجمل الشرطية، والجزء الخاص ان انا اعمل ادخال درجه طالب واخد التعليق اللي عليها. يبقى احنا هنا اتعلمنا الجمل الشرطيه بشكل معين في تطبيق. هنيجي نقول مثلا انا عاوز ادخل درجه طالب واطبق الجمل الشرطيه. هنعمل برنامج بسيط زي اللي قدامنا كده، واجهه تطبيقيه، واخلي الدرجه اللي هدخلها للطالب هي درجه باستخدام السكرول بار او شريط التمرير الافقي، هسميه الاتش اس 1. هاخد منه خواص المينيموم والماكسيموم. هنلاقي هنا انا حاطط الماكسيموم بتاع الدرجه 200، في حين ان انا عامل حسابي مثلا الدرجه ديت من 100. يعني طالب بحط درجات الطالب في ماده ولتكن ماده تطبيقات الحاسب الدرجه من 100، فعاوز يشوف التقدير اللي هياخده الطالب. لو خد مثلا 85 يبقى خد امتياز، 87 امتياز، خد 77 يبقى جيد جدا، وهكذا. بس ناخد بالنا ليه انا حاطط الماكسيموم 200 في حين ان الدرجه من 100؟ لان الاستاذ ممكن هو بيصحح تاخد انت درجه اللي هي درجه ونص، يعني تاخد 36 ونص، تاخد 74 ونص. طبعا بما ان انا عاوز اوصل للكلام ده، واحنا واخدين المره اللي فاتت فيها ان السمول تشينج بتاع السكرول بار بيبقى واحد او مضاعفاته، ما اقدرش احط كسر، فلازم انا عاوز اوصل لنص الدرجه. وما اعمل ايه؟ اخلي الدرجه بدل الماكسيمم بتاعها 200 واضربها في نص وانا شغال عشان ارجعها تاني. يبقى لو الراجل دخل 200 واضربها في نص يبقى الدرجه 100 اللي هي الدرجه القصوى، والصفر برضو في اضربه في نص يبقى بصفر. طب لو الراجل مدخل الدرجه 100 يبقى لما اضربها في نص بقت 50، لان هو يدخل 100 من 200. طبعا هو مش هيعمل كده، هو يختار بس بالسكرول بار بايده كده، وهي تكتب اوتوماتيك هنا، لان انا هضرب النص ده داخلي في جوه الكود. يبقى احنا مزودين الماكسيمم هنا الضعف عشان الحته بتاعت النص درجه اللي موجوده. هستخدم اسلوب الماكسيمم والمينيمم من 0 ل 100، هستخدم سمول تشينج 1 هخليه فيزبل ترو، هعمل التمرين بهذا الشكل، هحط زرار اضغط عليه لعرض التقدير المناظر، هيكتب التقدير المناظر هنا في الجمله دي مثلا الدرجه كانت 53، يبقى مقبول، يبقى فير، مكتوبه ايه. يبقى انا عندي انبوت تكست 1 واوتبوت تكست 2، يعني مفيش غير 2 تكست، وسكرول بار اتش اس 1 وكوماند بوت. نشوف ده هنعمل التمرين ده ببساطه ازاي. اما اجي اعمل التمرين ببساطه شديده ونشوفه بهذا الشكل، هنيجي نعمل الكود. بس ما انساش اما اعمل الكود اعد لنفسي الاول انا عندي كام انبوت، عشان الجزء الاول بتاع الكود هي جزئيه ايه اللي احنا اتفقنا عليها، جزئيه البرنامج الجزء الاول اللي هي الاعلان عن المتغيرات، واشوف ان كنت هعلن عن المتغيرات دي بشكل صريح ولا ضمني. صريح بكتب الجمله بتاعت الاعلان، ضمني انا بستخدم المتغير على طول وهو اوتوماتيك بيعلن عنه داخل الكود. احنا دايما نفضل نستخدم الاعلان الصريح عشان ما ننساش. طيب يبقى اول جزء في البرنامج هيبقى الاعلان عن المتغيرات. اهو انا ما عنديش غير الدرجه اللي هتدخلها هسميها دي اي جي، والرانك اللي هتطلع هتتكتب كتابه يبقى من سترنج. يبقى هنا وما انساش اكتب اوبشن اكسبليست، وممكن طبعا في الفيجوال بيزك احط نقطتين فوق بعض كانه سطر جديد. يبقى اول اوبشن اكسبليست نقطتين فوق بعض بهذا الشكل، ثم هحط الدرجه بتاعتي بهذا الجزئيه اللي موجوده، وبعدين اطلع الرانك كسترنج موجود في هذا الجزء. يعني السترنج يعني ايه؟ لان انا هكتب جيد جدا امتياز، دي كلمه فتبقى من الطراز سترنج. طيب بعد كده اعلنت على المتغيرات، عاوز اشتغل ادخل المتغيرات، طب ما ادخلها وانا شغال في الزرار كالكوليت. يبقى اعمل دبل كليك على كالكوليت، يبقى الزرار ده اللي هو كنت بضغط عليه اللي هو اضغط هنا لعرض تقدير الدرجه المناظره، ده زرار انا مسميه كالكوليت. ناخد بالنا ان انا ممكن اكتب عليه التكست زي ما انا عاوز بالعربي، لكن اسمه بالانجليزي. ناخد بالنا كمان ان انا اقدر اغير الخلفيه بتاعت الزرار، زي ما قلنا في الاول خالص
اقدر على زرار الامر خصوصا اغير الخلفيه، بس ما بغيرش اللون الا ما بغير حاجه اسمها جرافيكس، يعني اغير الاول خاصيه جرافيكس وبعدين اغير الكلر اللي موجود، وممكن احط عليها صوره كمان، يعني اضيف صوره تكون موجود عليه. الزرار بقى بتاع كالكوليت هكتب ايه جواه؟ اول جزء في البرنامج هنا اعلنا عن المتغيرات بره، جوه الزرار عبي المتغيرات، هقول الدرجه دي اي جي اللي جايه من ديجريز يعني، او سميها زي ما تسميها، سميها مارك مثلا. هاخدها منين؟ من التكست واحد دوت تكست. طب والتكست واحد هيبقى اكيد بعد شويه واخدها منين؟ من السكرول بار اهو، ادي السكرول بار اتش اس 1، عملت كليك عليه عمل اندر سكور تشينج، وانهى الكلام ده باند سب، رحت كاتب جواها تكست واحد دوت تكست بيساوي نص مضروبه في اتش اس 1 دوت فاليو. وما انساش برضو ان انا ممكن اكتب كالكوليت اندر سكور كليك عشان يشتغل اوتوماتيك مع الزرار بتاع ايه الامر، وبرضو احط في الفورم اندر سكور لود احط نفس الكلام بحيث يشتغل تلقائي في الاول. نرجع للزرار ده، ايه اللي هيبقى جواه؟ هيبقى ما جواه ان خد الدرجه من التكست واحد. هكتب انا لنفسي سطور غير تنفيذيه، طبعا انتوا عارفين في الفيجوال بيزك السطر غير تنفيذي بيبدا بثلاث حروف اللي هي ريم، جاء من اختصار ريمارك او ملحوظه يعني. حاطط لنفسي كده ريمارك اف ديجري اقل من الزيرو، لو هي اقل من الزيرو يعني كنت هتبقى الدرجه ديت رونج، فاكرين كنا عاملينها في التمرين اللي فات بتاع الفورت، ولو اكبر من 100 هتبقى ايه؟ اكبر من الدرجه. طب انا ليه لغيتهم هنا؟ حاططهم لنفسي، بفكر نفسي بس انا مش محتاجهم في البرنامج، لان انا خلاص ظبطت ان الدرجه اللي اليوزر هيدخلها هتبدا من صفر ل 100، لن تنزل عن الصفر ولن تتعدى ال 100، فاصبح السطرين دول مش ضروري اكتبهم، فكاتبهم ريمارك ليا انا. امال السطور التنفيذيه بادئه بجمل شرطيه اهي. طب الجمل الشرطيه دي بسيطه، قال لي ايوه لانها منتهيه في سطر واحد، ادي كلمه اف ثم الشرط ثم كلمه زن ثم جواب الشرط، مكررها في اكتر من حاجه. ليه؟ لان انا عاوز اطلع التقدير بتاعي فيري ويك اللي هو ضعيف جدا، او ضعيف اللي هي ويك، او فير اللي هي مقبول، او جود اللي هو جيد، او فيري جود جيد جدا، او اكسلنت، ادي التقديرات بتاعتنا اللي موجوده. طيب انا هطلع الكلام ده فين؟ هطلعها ككلمه مكتوبه في المتغير رانك اللي هو كان متراز سترينج اللي موجود هنا ده. يبقى في الاخر هقول تكست 2 دوت تكست بيساوي رانك بعد ما اطبق الجمل الشرطيه دي. هو ما يدخل في الشروط اللي هنا هيلاقي جمله واحده منهم بس هي اللي مطلوبه تمشي بنفس السيكونس. يبقى هقول له لو كانت درجه الديجري اكبر من او يساوي الصفر والديجري اقل من 42، يبقى انا هنا حطيت الشرط بعد كلمه اف ستيتمنت اللي هي اف الشرطيه، حطيته بين قوسين، وبما انهم شرطين اتنين مع بعض حطيت الرابط اند في النص، فبقول لو الدرجه اكبر من او تساوي الصفر والتانيه ماشيه معايا اند لغايه اقل من 42، يعني 41 ونص معايا، عند 42 لا هتبدا في الشرط اللي بعده اكبر من او يساوي 42 وتمشي لغايه اقل من 50. في الحاله الاولى اقول له اكتب هنا فيري ويك، لما كله اول ما يوصل 42 لغايه اقل من 50 اقول له اكتب ويك ضعيف. تمام؟ هنا ممكن تكون الكلمات اللي مكتوبه يكون فيها سبيلنج غلط، فيري ويك مثلا فيها حرف غلط او هل البرنامج هيعترض؟ لا هيطلعها زي ما هي، لكن لو الكود نفسه في الحته دي فيه غلط هتقف. انا دايما بنبه على الكلام ده، ممكن اكتب كلمه غلط هنا يعني عن عمد، اكتب فيري مثلا من غير واي، اكتب ويك فيها حرف غلط، البرنامج هيكتبها زي ما هي لكن الكود نفسه مش هيبقى غلط. بعد كده فير من اكبر من او 50 لغايه اقل من 60، لو وصلت لل 60 اكبر من او يساوي 60 لغايه اقل من 75 هيبقى جود جيد، لو وصلت اكبر من او يساوي ال 75 بدانا في الجيد جدا وتمشي لغايه اقل من 85، اول ما اكبر عن 85 او يساويها اصبحت جيد جدا، لغايه اقل من او يساوي ال 100 هتبقى اكسلنت. خلص البرنامج بهذا الشكل البسيط، وطبعا هنا حطيت الاندر سكور اتش اس 1 اللي هو الهوريزونتال بار لما بيشتغل مع التشينج، وحطيت الاندر سكور لود زي التمرين اللي قبله واستفدنا منه في هذه الجزئيه. طيب عاوزين نعمل التمرين اللي شفناه في المحاضره اللي فاتت اللي هو جمع ارقام متتاليه حتى رقم محدد، خدناه المحاضره اللي فاتت بطريقه القايمه. بقى احنا خدناه في المره اللي فاتت عن طريقه ان انا كنت بحط الاوبشن بوتون، لو تفتكروا كنت بحط بختار اللي هي الدايره جواها نقطه دي. احنا عاوزين هنا نغير نستخدمه بطريقه القائمه. لو استخدمه بطريقه القائمه ايه اللي هيبقى جديد فيه او ايه اللي اعمله في طريقه القائمه اللي موجوده ديت؟
طيب ناخد نفس الشكل، مش ده التمرين اللي زي كنا عاملينه المره فاتت؟ كنت بقول والله انا هنا هدخل رقم نهايته الرقم 6، يبقى ده الرقم ده حتى رقم محدود. طب مش هستخدم هنا السكرول بار. قال لي يبقى في الحاله دي بدل مش هتستخدم السكرول بار، تاخد بالك ان اليوزر ممكن يدخل ميستيكس، اي اخطاء، يبقى لازم تعمل زرار يتاكد من الاخطاء، القيم المدخله سليمه. طب احنا قلناها قبل كده في محاضره زمان، ايه اللي ممكن يحصل؟ ان الراجل ما يدخلش بيانات خالص، يبقى انا اعمل تشيك او تيست هل البيانات دخلت من عدمه. ايه كمان؟ ان الراجل ممكن يكتب ستة دي ويكتب جنبها ايه نمبر، او يكتب جنبها حرف انجليزي تبقى خطا، فهعمل تشيك ان الارقام دخلت نمبر وزود اني انديزايرد كاركترز. طيب انا عامل رينج مثلا الرقم ده، او عامله انتجر ولا مش انتجر، عاوز اتاكد انه انتجر، يعني انا بقول له حتى رقم ورقم صحيح ما يدخليش 6.2 مثلا، اقوم ليها اكتر من حاجه. واحد يقول لي ما انا ممكن كنت ابقى شاطر واخليه يدخل هنا في الرقم ده طول الرقم، فاكرين الخاصيه بتاع الماكسيمم لينس بتاع التكست، اقف على الماكسيمم لينس واقول له انه طولها حرف واحد مثلا، بس في الحاله دي هتبقى الانتجر اللي داخله اقل من 2 ديجيت، يعني اقصى حاجه هدخلها اللي هي 9، ده الكلام ده هي لغايه 9. طب لو اكتر؟ قال لي لا نعمل لها شرط معين. هلاقي هنا الزرار اللي بضغط عليه مجموع اللي هو الصم او كالكوليت، هلاقي ايه؟ زي ما انتم شايفين باهت اللون. يبقى هو متغير الخاصيه بتاعته انيبل فولس، ومحتاج ان الزرار بتاع الاختيار ده او الاختبار اضغط عليه، لو طلعت الاختبارات سليمه هو اللي ينشط الزرار ده عشان تتم الحساب. يبقى احنا غيرنا في شكل التمرين عن المره اللي فاتت، ان احنا هنحط قوائم بهذا الشكل، قوائم منسدله بهذا الشكل. القائمه بقى بدل ما انا كنت هنا هحط اوبشن بوتن، اقول والله اد اون نمبر، اد ايفن نمبر، اد اود نمبر اللي كانت دايره فيها نقطه التلاتة، لا عاملين قائمه منسدله. طب منين تيجي القائمه المنسدله؟ نفس الكلام ببساطه شديده، لو رجعت للفيجوال بيزك اللي هو كان معانا الصوره اللي معانا في المحاضره اللي فاتت والصندوق بتاع الادوات، هلاقي القائمه المنسدله موجوده، شريط مربع كده وفي جنبه السهم ده، هاخدها واضيفها. اما اضيفها عندي هنا هتبقى مضافه فيها هذه الاختيارات. اما اروح على الخاصيه بتاعتها هلاقي في خاصيه ليست، اروح دايس على خاصيه ليست يفتح لي مربع، اروح كاتب فيه السطر ده واحد شرطه ادنج اون نمبر واقفلها. لو دوست بقى عليها وشغلتها باني بعد كده ودوست السهم يروح منزل لي دي. طب لو عاوز اضيف السطر اللي بعده اروح فاتح ليست تاني وضايف السطر ده اللي هو اد ايفن نمبر 2، واروح دايس ثالث اروح ضايف ده، يبقى القايمه في اي وقت اللي بيشغلها اليوزر يدوس كده يلاقي واحده من الثلاثه دي قدامه، واكيد السهم هيقف على واحده منهم، فانا اخلي الاسم بتاعها نفسه اضيفه فيها تاني اللي هو خاصيه ايه الكابشن بتاعها او اللي هو ظهر التكست يعني. ادي شكل التمرين اصبح بهذا الشكل. طب تعالى نشوف الكود بقى يتعمل ازاي. قال لي ما ننساش احنا هنستخدم جمل الدوارات، احنا استخدمناها قبل كده بس بفكرك بيها، ان انا عاوز احسب مثلا المجموع يبدا من الصفر واجمع لغايه رقم ان، فممكن اكتب الجمله الشرطيه بتاع السمشن من 1 لـ5 بهذا الشكل، اقول اي من 1 لـ n ستيب 2، يبقى انا شغال ايه 1 وستيب 2 يبقى 3، ستيب 2 يبقى 5، هجمع الحاجه ديت على مراحل، يقول الصم بيساوي الصم اللي موجود اللي كان بادئ بصفر زائد اي اللي هي بادئه بواحد، وبعدين يلاقي نيكست اي يرجع تاني هنا عند الفور ياخد اللي بعدها، الخطوه اللي بعدها كانت الاولانيه 1 زائد ستيب 2 بقت 3، يبقى الاي بقت ب3، يجي هنا يقول صم اللي كانت بواحد زائد 3 بقت ب4، ويجمع ويكرر. ديت اللوب اللي احنا استخدمناها، فكرناكم بيها تاني اهو، هنستخدمها هنا في هذا البرنامج. هستخدمها ازاي؟ احنا عاوزين البرنامج ده نفكر فيه مع بعض هنعمله ازاي من غير ما نقرا الكود، وده يبقى تمرين لنا في الاخر في المحاضرات الاخيره، ان مش انا بشوف الكود، لا ده انا بفكر فيه. ايه اللي هنعمله؟ تعالى ناخد بالنا مع بعض، ناخد بالنا هنعمل الكود ازاي بهذا الشكل، وندخل فيه ازاي ونعمله. واحد يقول لي انت حاطط هنا زر هنسميه زر التست، تقول لي طيب انت عاوز تعمل فيه الاختبارات اللي قدامك دي هتعملها ازاي؟ هعمل دبل كليك على زر التست، وقبل ما اعمل دبل كليك على زر التست اروح طالع فوقه حاطط المدخلات المتغيرات. ايه المتغيرات؟ الانبوت والاوتبوت، ولو في متغيرات بسيطه هقول النمبر ده ان بي، يبقى دايم ان بي از
ها احنا قلنا انتجر جميع ارقامه تجر، يبقى از انتجر او از بايت او از لونج حسب طول الانتجر اللي استخدمه. والاوتبوت السم هكتب سم از، طالما انتجر بيتجمع على انتجر هيبقى انتجر برضو. يبقى ده عرفنا المتغيرات في الجزء الاول من البرنامج. الجزء الثاني اللي هو تعبئه المتغيرات، هقرا المتغير ده من النص، اقراه من جوه زر الامر ده، يبقى هعمل دبل كليك على زر الامر بتاع تيست وهقرا المتغيرات. طب بس تعالى انا عامل تيست، ما خدناه في تمرير قبل كده، التيست اللي اعمله ايه؟ هل المتغيرات دي ادخلت ولا لا من عدمه؟ واحد شاطر يقول لي احنا خدناها قبل كده، وهي من خلال استخدام الداله التي تقيس طول النص. فلو الراجل ما دخلش بيانات خالص وكان طول النص في هذه الحاله صفر، هعرف ان ما دخلش البيانات. الداله دي كان اسمها ايه يا شباب؟ كان اسمها داله لينث. ولما بتيجي تكتب كانت بتكتب بالحروف الثلاثه الاولى بس منها اللي هي كلمه لين. يبقى بقيس النص لينث تكست واحد ده، اقول تكست واحد دوت تكست، اقفله بقوس واحطها داله لين، يطلع القيمه. طب لو كانت القيمه اكبر من الصفر يبقى سليم، يبقى الراجل ادخل البيانات. يبقى انا هختبر النمبر از انتر ده ولا لا، واحط علامه صح مثلا هنا لما الاقي طول النص اكبر من الصفر. طيب الاختبار الثاني وكنا عملناه مع بعض، هو اختبار ان انا بعمل تشيك هل الارقام اللي هي اكبر من الصفر كطول دي دخلت ارقام ولا كانت مخلوطه بحروف. فكروني كده يا شباب، خدناها قبل كده. يبقى انا هختبر النص الثاني ده بخاصيه او باستخدام داله، ها فاكرين داله فال. يبقى هكتب فال كداله وافتح قوس واحط مربع النص تكست واحد دوت تكست جواها. بتعمل ايه داله فال؟ يا شباب نفتكر كانت بتعمل داله فال ان هي بتعمل ترانكيشن او بتقطع الحروف الزياده من النص. طب ما انا اخد النص اللي دخل ده اصل النص دوت تكست وقارنه بالصوره اللي تطلع من المتغير بعد ما احط داله فال، يبقى يلزم ان اعرف متغير وليكن مثلا تي واحد واسميه من الطراز سترينج عشان ياخد الكلام ده، واقول ان هذا المتغير بيساوي داله فال. يبقى فال بيساوي تكست واحد او تي واحد اللي هو سترينج، واشوف. طب ما هو الراجل لو كان دخل حروف هنا جنبها الصيغه الجديده اللي هتطلع مختلفه عن الصيغه القديمه. طب لما اقارنهم مع بعض والاقي في حروف اتحذفت بداله فال، يبقى الراجل كان مدخل حروف زياده. طب لو لقيت الاصل زي الصوره، تكست واحد اصله دوت تكست زي الصوره على طول في التي واحد، يبقى الراجل ما دخلش اي حاجه زياده، واقول صح واكمل. طب الاختبار الثالث بقى اللي عاوز تفكير وشغل مع بعض في دماغنا كده، عاوز اعرف ان الارقام دي انتجر، بس ان الراجل دخل ارقام انتجر، اعملها ازاي يا شباب؟ اعمل التست ازاي؟ احنا لازم الحاجات اللي بناخدها نفكر بيها، عشان المبرمج دايما شطارته ان يتصرف بما هو متاح عشان يطلع الحاجه اللي عاوز يجيبها. ها انا عاوز اتاكد ان خلاص هو ده، اتاكدت ان الراجل دخل ارقام بس وما دخلش فيها حروف، عاوز اتاكد ان هي ارقام صحيحه انتجر 6 7 20 30 ما فيهاش مثلا 6 و7 من 10. اعمل ايه؟ ارجع كده معايا للذاكره لما كنا بنعرف المتغيرات، كنت بتعرفها من الطراز سنجل يبقى ده ارقام كسريه، ومن الطراز انتجر او كده يبقى من الطراز ارقام صحيحه. طب ما انا اعرف المتغير ده من الارقام انتجر. طب ما احنا قلنا لو انا عرفت المتغير من الارقام الانتجر واليوزر دخلها وكتب 6 خلاص ده انتجر. طب كتب 6 و7 من 10 اوتوماتيك البرنامج هيقربها لاقرب رقم صحيح هيخليها 7. طب انا مدخلها 6 و7 من 10 هيخليها هو 7. طب اتاكد ازاي ان انا الارقام اللي دخلتها اليوزر استخدمها انتجر وما دخلش فيها سنجل؟ ها نعمل ايه؟ في حاجات كتيره جدا اقول لكم واحده منها وانتم تفكروا في الباقي لوحدكم، ان انت يعني تبتكر، انت تبقى طالب مبتكر. ايه هي؟ قال لي اخد التكست اللي دخل هنا واخزنه مرتين مش مره واحده، مره في متغير انتجر ومره في متغير سنجل. طب ما هو المتغير السنجل هيتنيه زي ما هو، سواء الراجل مدخلها 6 او مدخلها 6.2 من 10 هيحتفظ بالقيمه من غير تغيير، لان بيعتبر كل الارقام سنجل. حتى لو دخلت الرقم انتجر يقول لك ده حاله خاصه من السنجل، بس العلامه العشريه بصفر. فلما ادخله مرتين لو قارنت بينهم قلت هل المتغير السنجل يساوي الانتجر، امتى يساوي بعض؟ لما يكون اليوزر دخل انتجر
وبدون علامة كسرية، فلما تسجل سنجل طلع قدها. لو كانوا الاثنين قد بعض اقول اذا الرقم انتجر. في هذه الحالة يبقى انا مررت التلاتة تيست، والزرار ده يبدأ ينشط الزرار بتاع المجموع ادوس عليه. زرار المجموع يبقى فيه ايه يا شباب؟ اكيد لو بنفكر اكيد هيبص كجمل شرطية، بدل ما كنا كاتبينه في التمرين اللي فات على الاوبشن بوتون، هيبص هنا يقول هل الدروب ليست اللي موجودة دي مكتوب فيها ايه اللي انا مختاره، وبناء عليه طبق الجملة الشرطية زي التمرين اللي فات. باين كده ان العملية بسيطة ومش صعبة، بس احنا اللي نبتكر ونشوف ونفكر هنعمل ايه ونحل الامور بتاعتنا ازاي. ده تمرين بسيط عملنا فيه الشغل بهذا الشكل. طيب انا لو بسألك بقى في اي وقت اقول لك ايه، اقول لي اعمل لي تمرين، اكيد هديك ايه التمرين اللي تعمله. طب ما انا ممكن اسألك نظري، اقول لك والله وذلك في ضوء مثلا لو طلبت منك روبورت ولا حاجة، اطلب منك اقول لك اكتب كذا. طب انت هتكتب ايه؟ اكيد هتكتب اللي زي اللي شرحناه. ايه فايدة الكلام ده؟ ايه اهمية البرنامج؟ المتغيرات هتبقى ايه؟ كأنك انت قاعد بتشرح لحد اصغر منك يعمل الكلام ده ازاي. مثلا لو انا طلبت منك مثال زي اللي قدامي كده، اعمل تقرير مصغر عن برنامج مفيد، واقول لك مثلا في يوز الفيجوال بيزك بروجرامينج لانجوج زي دي اللي كنا شغالين، او يوز ذا فورتران لانجوج، بس احنا هنقول على الفيجوال، فور سولفينج ان انجينيرنج ستاتستيكال بروبلم، عاوز احل مشكله احصائيه. ونادالك قال لك يا باشمهندس تعالى، ده انت متعلم الكمبيوتر وبتعرف تعمل لنا كمبيوتر ابلكيشن، عاوز ايه يا شباب؟ افرض انا في مصنع من المصانع، يبقى لازم لما اسالك على مثال تفترض حاجه حقيقيه، تقول انا بشتغل مهندس انتاج في مصنع وبنطلع منتجات، وليكن مثلا مسامير او شرايح بنقطعها بالطول، مفروض الشريحه اللي انا بقطعها بالطول تتقطع بطول معين وليكن 10 سنتي. طب المكنه اللي بقطع مش ممكن ديفيشن يحصل اثناء التشغيل، تديني 10 سنتي وملي، 10 سنتي و2 ملي، 10 سنتي الا 3 ملي. انا وانا في خط الانتاج بحط حاجه اسمها ان انا اقيس كانسبكشن، واقول المنتج مقبول ولا مش مقبول. هاجي مثلا الراجل العامل اللي واقف في الانسبكشن هدي له حاجه في ايده كده جايد او يسميها جيج، بيقيس بطول البار، لو كان اكبر من طول معين يرفضه، لو كان اقل من طول معين يرفضه، لو وزن رينج معين بيقبله. هنقول مثلا من 10 لغايه 10 ونص سنتي، ومن 10 الا نص سنتي يعني 9 ونص، يعني المقبول هيبقى من 9 ونص سنتي لغايه 10 ونص سنتي. طيب الراجل قاعد يشتغل طول النهار وجمع جنبه 10 شرايح من خلينا 100 شريحه من اللي انتجه. طب ما هي مانيش عارف هم قد ايه، فيجي واحد يقول لي يا باشمهندس تقدر تعمل لنا برنامج ياخد القيم دي كلها ويطلع المتوسط، كانك بتعمل شغل احصائي. اقول له اه، يعني انا هاخد القيم، هقول ان كل قيمه كانها اكس، هعمل سميشن لاكس من اكس بتساوي اي لاكس بتساوي ان على عددهم ان، يطلع لي الايه؟ المتوسط المين. ده ستاتستيك البروبلم. يقول لي طب تقدر كمان تطلع لنا الستاندرد ديفيشن بتاع الكلام ده، الانحراف المعياري بتاع الكلام ده؟ اقول له اه، ما انا اقدر اطبق المعادله بعد ما اطلع المتوسط مين او الاكس بار، يعني مثلا اطبق معادله ان الستاندرد ديفيشن سيجما اس جي مثلا بيساوي الجذر التربيعي، افتح قوس تحت الجذر التربيعي، اكس اللي هي اي طول بقيسه، البار الاولاني كان طوله 10 و2 من 10 مثلا، ناقص المتوسط المحسوب الاكس بار، الكل تربيع، واعمل سميشن للكلام ده الكله، يبقى سميشن من اي بتساوي 1 لان، افتح قوس اكس اي ناقص اكس بار كل تربيع على الان على العدد، يبقى ده الستاندرد ديفيشن. يبقى انا افترضت ايه المطلوب مني كجزء احصائي كمعادله وعاوز اعمله. طب انا لو انا بقول لك اكتب تقرير بقى، يبقى انت عارف المعادله وعاوز تعمل ايه، يبقى بس مش تذكر لي مثال، يعني ممكن انت تكتب مثال مثلا رايت تو كومبليت اكزامبل عن الكلام ده، فور سولفينج تو سيلكتد ستاتستيكال بروبلم، بس مش كده بس، اعمل كمان ديسكاس هاو تو كرييت ا جود بروجرام اند using the suitable variables. يبقى ابدا من الاول اقول والله هعمل البرنامج بفكر ان انا اجمع عن ما هو البرنامج الجيد. في هذه الحاله لازم اعمل وجه التطبيق بالفيجوال بيزك سهله واضحه لليوزر، يبقى لازم اكتب الكلام ده، خدنا الكلام ده في المحاضرات، ايه هي مواصفات البرنامج الجيد. طب هاجي استخدم متغيرات، في المتغيرات بقى، يعني افرض انا بقول والله البار ده انا عاوز اشوفه من 9 ونص ل 10 ونص،
لو وانا بشتغل غلطت وعرفت المتغير انه انتجر بس، هل هياخد القيم دي خالص؟ هيطلعهم كلهم ارقام صحيح، يبقى الارقام كلها هتطلع غلط. يبقى لازم اختار انواع متغيرات سليمه، يبقى مش بس شكل الواجهه، لا ده انا اقول انواع المتغيرات واختارها صح ازاي. طيب بعد كده اقول والله انا محتاج معادلات رياضيه عشان اعمل الاستاتستيكال، يبقى لازم اوصف المشكله. بعد ما اوصف المشكله اقول والله انا جبت لها معادله من الكتاب الفلاني، يبقى لازم احط لينك للكتاب ده. ثم ابدا اقول والله اعملها ازاي بالاستفاده اللي احنا خدناها في شغلنا. طبعا كده يعني الامور اصبحت واضحه، وان شاء الله اتمنى لكم الخير والصحه والسعاده. في نهايه المحاضره بدعو لكل حبايبنا وكل اولادنا وكل المصريين جميعا وكل اللي في العالم بالصحه والعافيه، ويزيل عنهم الغمه، ونشوفكم ان شاء الله عن قريب في مدرجاتكم وفي وتسالونا عن مباشر ونسمع منكم. وان شاء الله كونوا جميعا بخير ومصرنا كلها بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.